والله ما مصدقه نفسي، ده كتير قوي يا باشا. هتاكلي ايه؟ يا لهوي عليا، يا نهار اسود، يعني انا اكون قاعده في مطعم حلو قوي كده مع حضره الظابط وكمان بيقولي هتاكلي ايه؟ مدد يا طهرة مدد، والله العظيم زيارتها بركه، تروح تطلب اي حاجه تتحقق على طول. وانت قاعده في حضره بت، في ايه مالك؟ ايوه انا قاعده في حضره الظابط ومع حضره الظابط. خلاص المكان كله عارف ان انا زفت ظابط. برافو برافو. وازاي طبيعه المرحله الجايه السريه والكتمان، وانت شكلك مالكيش في الحاجات دي اساسا. لا والله العظيم يا باشا، ده انا كل صحابي بيقولوا عليا انها كتومه قوي. اه والله كلهم بييجوا يحكوني ما بطلعش كلمه بره. قولي انت بس عندك مشاكل ايه واحكي لي سرك في بير. سر في بير، ربنا يستر. شكرا. في وقتك في وقتك. انا عايز كالو بانيه وعصير ليمون. نعم شكرا. الله، هنخلي كلام الحكومه؟ لازم ننفذ كلام الحكومه، اللي يقول عليه الباشا يمشي زيه بالظبط. معلش معلش والله العظيم يجهلك، والله العظيم يجع، ما يعرفش انك ظابط. اصل انت لا مؤاخذه يعني لابس بدله وشيك كده، مش زي الظباط يعني حاطين الجناحات اللي هم هنا. خلاص خلاص خلاص. بصي بقى، انا عايز اطلب منك طلب. هطلب منك شويه حاجات في الفتره الجايه دي ليها علاقه بشغلك. تأمرني يا باشا، هنالك مين؟ ليها علاقه بشغلي تحت امر، بس يعني لا مؤاخذه يعني. انا شغلي كله في الحريم. بس والله العظيم لو انت عايز بيت الرجال او افصل لك اجيب لك قماش من موسكي حلو قوي، فيه قماشه حلوه قوي ومخطط ومقلم حلو قوي. قول لي بس امتى ابعت لك الترز ياخد المقاسات واعمل لك بيت الحلوه قوي. مبدئيا الحاجات دي مالهاش دعوه بيا انا. الطلبات اللي هطلبها منك دي ليها علاقه بالبلد. يعني البلد هتاخد مني طلبيه كلها؟ هي طلبيه كبيره قوي. بص يا باشا بقى، بما انك انت ظابط اكيد هتعرف تجيب لي الطلبيه قد ايه؟ يعني البلد كلها فيها كام واحد ولا كام واحده عايزين طلبات؟ وهات لي بس المقاسات، وعايزين منقط ولا منقوش؟ وزه وزه، انت بتشتغل ايه؟ انت بتمتحني صح؟ ما انت عارف. في الدلاله. حلو قوي. يعني معنى كده بتدخلي بيوت ناس كتير. ايوه. تمام. انا بقى هطلب منك بيوت معينه تدخليها. تمام تمام. جيب لهم جلاليب ومصنم. انا مش عايز تهبال، تسمعيني كويس وتركزي معايا كويس. حياتك هتمشي طبيعيه وشغلك كمان هيبقى طبيعي، بالعكس هكبره لك واساعدك فيه. انما في مهمات معينه هطلبها منك في اوقات معينه. هو يعني ليه؟ لا مؤاخذه يا باشا والنبي وحقك عليا وما تزعلني عشان خاطري. هو انا وانا مش فاهمه حاجه، وانا هعمل ايه بالظبط؟ يعني هشتغل ايه؟ بص كل حاجه وليها وقتها، مش عايز اسئله كتير. حاضر. بس يعني انا ابتديت اتوخوش، يعني الموضوع كده مش فاهماه. انا خايفه قوي يا باشا. ما تخافيش، اللي معانا ما بيخافش الا لو غدر. عندك حق. بس غدر ايه؟ هو صحيح انتوا اللي تخوفوا؟ بس معك